يقول السائل: ليس في بلادنا علماء بمنهج السلف ولا طلاب علم ولا يوجد لدينا إلا كتب وأشرطة، ومع هذا مضايقات على مظهر اللحية ورفع الثوب فوق الكعب، ومع هذا كيف نطلب العلم الشرعي وجزاكم الله خيرا؟ طلب العلم الشرعي أنكم تسافرون للبلد الذي فيه علماء أو فيه مدارس وجامعات شرعية، تسافرون تطلبون العلم أينما وجد، بقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم احرصوا على أن تذهبوا إلى البلاد التي فيها تعليم شرعي على أيدي العلماء واطلبوا العلم، فإذا رجعتم إلى بلدكم انشروا الخير والدعوة فيه لعل الله أن ينفع بكم وينقذ بلدكم مما فيها من الجهل وما فيها من ما ذكرتم، يكون هذا على الإصلاح يكون على أيديكم. أما أنكم تجلسون في بلدكم على جهله وعلى شره ولا أحد يسافر لطلب العلم، هذا لا يجوز. الذي يقدر على المسافر لطلب العلم يجب عليه ذلك. نعم.